لان اسمه فن المكياج، فاكيد لازم اللي تحترف يكون عندها موهبه وتحول الموهبه دي لهوايه، وناس كتير بقت بتعمل كده. لكن ضيفتنا قررت انها تدعم الموهبه دي بالدراسه، فاخدت كورسات من اهم الاماكن المتخصصه في امريكا. بنرحب بخبيره التجميل نرمين مجدي، منورانا في قمر 14 وانتي زي القمر. اهلا بيكي. نرمين منوراني. اهلا بيكي. اول حاجه بقى عايزاكي تقوليها لي، الرموش اللي الناس كلها بتخاف منها، انا اول واحده. يعني كل الناس عندها هوس البنات ان الرموش اللي بتركبها دي بتوقع الرموش، ولنا بقى دي حقيقه ولا ايه؟ هي الرموش في الاول، حابه ان انا اقول ان الرموش حاجه مش بتخوف خالص، بالعكس دي حاجه بتخلينا حلوين كلنا، واللي بيتعود عليها ما بيقدرش انه يبطل انه يرجع يحطها تاني. وهي مش بتوقع الرموش الطبيعي ولا حاجة، هي في منها طبيعي وفي منها صناعي. الطبيعي بتقعد 6 أشهر، والصناعي بتقعد من 10 أيام لأسبوعين. أوكي. طب إيه الفرق بين دي وبين دي؟ الجلو لو اتحط جلو كويس في الصناعي ممكن يقعد معاكي 2 أسبوع تمام، مفيش فيهم أي مشكلة، وتتعاملي مع الرمش بحرص زي ما احنا حاطين لينسز، ما بتدعكيش في عينك عشان ما تقعشي، ما بتقعديش في التراب، بتحافظي عليها. برضو اللي دي رموش، دي حاجة صناعية احنا حاطينها، مفروض نحافظ عليها ما نفركهاش جامد. يعني طريقة ان احنا نحافظ عليها وننظفها تبقى من فوق لتحتك. حاجه في عينك غصب عنك هتلعبي. ما هي مش بتبقى جوه العين، هي بتبقى أيوة متركبه على الشعره، على الرمش نفسه الطبيعي اللي ربنا خلقه. اوكي. لينا. ولو تركبت صح مش هتضايقك خالص، كاني مش مركبه حاجه. طب قولي لنا ايه الخطوات اللي تخلي الرموش تقعد معانا فتره طويله؟ تمام. اول حاجه ان احنا نحافظ عليها، ان احنا ما نجيش جنبها باي نوع من انواع الزيوت. أوكي. يعني حتى لو هننظف بشرتنا هنعمل نطوياج في وشنا، ما نجيش ناحية رموشنا، نبقى كل الوش ما عدا الرموش، وما نجيش بأي مادة زيتية. حتى لو هننظف وشنا أو نشيل الميك اب بتاعنا، بنشيله بحاجة ما فيش فيها زيت. أوكي. أوكي. طريقة تسريحنا ليها بيبقى عن طريق فرشة الماسكارا، ونسرحها من فوق لتحت. ليمين ولا شمال؟ ليمين ولا شمال. انا خدت كل المعلومات قبل الهوا. دي حاجة هتظبط معانا قوي، يعني مش هتخليها ان هي تضايقنا، وهتقعد معانا اكبر فترة ممكنة. ولازم كل من 2 لـ3 أسابيع نروح نعمل ريفيل على الحاجة اللي بتقع. اوكي. طب نرمين وريني معاكي رموش الصناعي من الطبيعي، ازاي نفرق بينها؟ الرموش الصناعي دي بتبقى عبارة عن رموش 3 رمشات في آخرهم خصلة كده لازقين في بعض. أوكي. في منها الميديوم والشورت واللونج لازقين في بعض، دي بتتحط على الجفن. أوكي. ما لهاش دخل بالرمش نفسه. تبينيها لي. أيوة. أوكي. في منهم الميديوم والشورت واللونج. أوكي. بيبقوا 3 شعرات متوصلين بخصلة. أوكي. ودي لو الجلو بتاعها تمام هتقعد معاكي 2 أسابيع مفيش اي مشكلة، وتغسلي وشك وتنزلي البسين والبول وتعملي كل حاجة. الفرق بينها وبين الرموش الطبيعي، الرموش الطبيعي بتبقى عبارة عن 3 حاجات كده، يا اما مرصوصين صفوف بارقام. اوكي. شعر طبيعي صفوف بارقام من 1 لـ12، او بيبقوا منعكشين كده بس واحده بس، مش واحده مش وحتى دول بتاخديهم واحده واحده، يعني شعرية زي شعرنا الطبيعي، زي شعرنا الطبيعي، بس طبعا بتاخدي القصير في الناحيه اللي قدام والاطول شويه في النص والطويل خالص في الاخر. بس وعلى حسب بقى الكلاينت عندك، انت عاوزاه كثيف بتزودي على كل رمش رمش واحد. طب تقريبا بتحطي كام رمش في العين؟ من 40 لـ60. طب والثانيه الصناعي؟ الصناعي بنعمل صف كامل، ما ببقاش حاسباهم. يعني في ناس العلبه كامله دي بتاخدها اي كلاينت، بس في ناس بتبقوا عاوزين علبتين،
عاوزين الحاجه كثيفه قوي. بتعرف تفتح عينيها ازاي؟ بتعرف تفتح، بتقول انا مش عاوزه البس نظاره شمس. اوكي. طيب نرمين، يعني انواع الجلو، طيب الجلو في منه بالنسبه للجلو الشعر الصناعي، الجلو بتاعه في منه الوان وفي منه ماركات. ايوه. احلى جلو الامريكي ده اللي هيقعد معانا لمده اسبوعين، اي نوع تاني ده في الشعر الصناعي. الجلو بقى برضو امريكي للشعر الطبيعي، بس يختلف بقى في ايه؟ اولا كل الشعر الطبيعي ده امريكي، مفيش منه في مصر. أوكي. احنا عندنا في مصر بس الشعر الصناعي. انا ركبته قبل كده الطبيعي ده برضو ما كانتش جايباه من مصر. مفيش منه لسه، ما نزلش مصر. أيوه. الجلو انواعه مختلفه، احلى جلو اللي هو الليكويد الخفيف ده، بيلزق بسرعه وما بيعملش كلاكيع واحنا بنركب الشعر. طب ده لو دخل في العين؟ ما بيخشش في العين، لان احنا اول حاجه بنعملها لازم نحط بادز من تحت، والجفن اللي تحت ما يبقاش ملامس الجسم الجفن اللي فوق، ولازم حد خبير هو اللي يحطها لك، فمش هتيجي في العين، بتبقي مغمضه عينك وانت بتحطي الرموش. طيب معانا صور نشوفها مع بعض. اوكي اتفضلي. ايوه كده، دي رموش صناعي. وكانت حابه انها تبقى كثيفه زي ما انت سالتيني، فحابه انها بعد ما اتحطينا علبه، يعني العينتين اخدوا علبه، حطينا تاني علبه كمان عشان يبقوا كثيفين. وطبعا اللونج بيبقى من بره، والميديم بيبقى في النص، والشورت بيبقى من جوه. دي واحده باين الفرق طبعا. انا كنت اشتغلت في هنا، كنا خلصنا العلبه الاولى وقلت لها طب بصي لنفسك، يمكن انا عن نفسي حباها كده. بالظبط. قالت لي لا زوديها لي اكتر. طبيعي اكتر. لا هي حابه زياده، فكنت بقول لها شوفي، وشلت البادز عشان تقدر تشوف كويس. قالت لي لا انا حابه ان انا ازود تاني. هي بتاخد وقت كتير بقى الطبيعي؟ لا دي صناعي. الصناعي بتاخد تقريبا طريقه المده اللي انا هحط لها بيها الرموش من ربع ساعه لتلت ساعه العلبه. اوكي. في العينتين. طب والطبيعي؟ الطبيعي ساعتين ساعتين ونص. كتير. دي معانا صوره ثالثه. بس الفرق برضو من ساعتين ونص دول انه هي هتقعد معاكي لمده 6 اشهر، مفيش فيها اي مشكله يعني. طب انا عايزاكي تقولي بقى لكل بنت بتتفرج علينا، الرموش بتدي ايه للعين؟ بتدي جمال وبريق، ومش شرط انك تحطي ميك اب. ايوه. ثقه بالنفس. كنت لسه بقولك انا بصحى من النوم انا حلوه انا حلوه. والحاجات دي متهيألي كفايه لينا كلنا. كلنا أكيد. بندور عليها يعني. اكيد. طيب نرمين، عايزاكي تطمني البنات اكتر على رموشهم. يعني انا المره دي لما رحت احط رموش بجد قلت لها انا لو رموشي وقعت هقتلك، فقالت لي لا على ضمانتي. فانت طمني البنات بقى. بصي يا اسماء، هي مفيش رموش بتوقع رموش طبيعيه لينا ابدا، احنا اللي بنوقعها اذا شديناها او تعاملنا معاها غلط. وبعدين من غير ما تركبي رموش، احنا ساعات بنصحى الصبح بتلاقي رموش واقعه على المخده. حد يعني بيفكر فيا. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ مش شايفه ان فيها اي مشكله ان رمش او اتنين يقع مننا. حتى لو وقع بالرمش الطبيعي بتاعنا فهو هيطلع تاني، مفيش مشكله. بس المهم ان احنا ما نجريش ان احنا نشده احنا بنفسنا. اوكي. طيب طبيعي احط ماسكرا عليها ولا لا؟ تحطي ماسكرا عليها اي حاجه ما عدا الزيوت. طب اشيل ماسكرا بايه؟ بنفس فرشه الماسكرا قديمه عندك نظيفه كويس قوي، وبالميك اب ريموفر، وتسرحيهم كانك بتحطي ماسكرا. اي نوع ميك اب ريموفر ولا في نوع؟ لا اي ريكاب، اي ميك اب ريموفر بدون زيت. اوكي. بدون اويل، اويل فري. اوكي. طيب عايزاكي كمان تقولي لي يعني انت بترجحي ايه الاحسن، الطبيعيه ولا اللي بتقعد 6 شهور ولا الثانيه؟ اذا انت حابه شكلك طبيعي اكتر، طبيعي. لازم تركبي الطبيعي. لان مهما حصل وركبتي الصناعي فهي في الاول وفي الاخر شكلها بلاستيك. بلاستيك.
وهتضايقك وانت بتشيليها وبتحطي يعني اي ميك اب عليها حتى وانت بتشيليها. باينه لا هي انت مش باينه خالص، انت لسه مرجفاهم النهارده. ايوه ومش حاطه فيهم اي ماسكره او حاجه. خدي بالك انك الصناعي وانت حاطه عليهم ماسكره ممكن وانت بتشيليهم بالريموفر تطلع. واخدة بالك؟ فانا انصح اللي بيركب صناعي ما يحطش ماسكره. طب في فرق تكلفه بقى بين دي وبين دي؟ اكيد كتير كتير. أوكي. يعني تقدري تقولي دي ضعف دي. اوكي طيب خلاص انا هشيل دي واجي تركبي لي الطبيعي. اهلا بيك اهلا بيك يا نرمين. وانا شخصيا استفدت منك النهارده بجد حاجات كتير، عشان الموضوع الرموش ده مخليني مقلقه جدا، فارق في شخصيتي كتير. حلوين جدا عليكي وتسلم ايد اللي عملهم لك، وانت قمر من غير حاجه. الله يخليكي، انت اللي زي القمر. الله يخليكي، نورتيني. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي ليكي. فاصل صغير ورجع نكمل بقيه فقراتي، استنوني.